Every single day and help people to look neat and clean. لا غنى دايم ولا فقر دايم والعز عنوان الحياة الكريمة. إذن في رمضان برنامج مخصص للمواهب والأصوات الشابة في مجال الإنشاد وكذلك المهارات في برنامج الطائر المحكي على عمان مباشر، تابعونا حياكم الله. الطائر المحكي مسابقة رمضانية للعمانيين والمقيمين على أرض السلطنة، إبداعات الشباب ومواهبهم، الإنشاد، التمثيل، الرسم، إنتاج الأفلام، الفنون الشعبية العمانية، ألعاب الخفة والمهارات الرياضية، الشعر وغيرها الكثير. شارك في تجارب الأداء في مسقط 12 و13 من أبريل في الأفنيوز مول، ظفار 19 و20 من أبريل بجمعية المرأة العمانية بصلالة، البريمي 26 و27 من أبريل بكلية البريمي الجامعية، مسقط من 1 إلى 4 من مايو بكلية العلوم الشرعية. جميع التجارب من 6 إلى 9 مساء. للاستفسار 980-202-58. الطائر المحكي مسابقة رمضانية على قناة عمان مباشر.